في مكان ما في هذه المياه يكمن الجواب عن أحد أسرار العالم الأكثر غموضاً. في السنوات المئة الماضية فقدت آلاف السفن ومات عدد لا يحصى من الأرواح في مثلث برمودا. اليوم ومع تقدم التكنولوجيا سوف نلقي الضوء ونحاول اكتشاف سر هذا اللغز. نغوص إلى مثلث برمودا. منذ أن أبحر كولومبوس للمرة الأولى في المنطقة وتسجلت عدة اختفاءات في مثلث برمودا، لقد اختفت آلاف الطائرات والسفن بكل بساطة من دون ترك أي أثر. لا إنذار، لا اتصالات لطلب النجدة، لا حطام، لا شيء، ولا يعلم سر هذا الاختفاء إلا الله وحده. وتقول الأبحاث إن المثلث يمتد فوق البحار من برمودا إلى ميامي ونزولا إلى بورتوريكو، 1.5 مليون ميل مربع من المياه. الأعاصير والعواصف الشديدة وأمواج البحار هي أكثر ما يسبب الموت هنا. يمكن للطقس أن ينقلب من هادئ إلى عاصف في لحظات. بحسب تقارير خفر الشواطئ في الولايات المتحدة فإن 120 قاربا تختفي كل عام من دون ترك أي أثر. إن هذه الاختفاءات هي ما يبقي سر مثلث برمودا حيا، لكن الأمر لا يقتصر على القوارب. ففي الجو فوق هذا المثلث اختفت أيضا عدة طائرات. لقد كتب ريتشارد واينر مجموعة كتب حققت مردودا مرتفعا حول هذه الاختفاءات الغريبة. إننا لا نعرف كوكبنا جيدا، ولكن نعرف أكثر عن القمر، حتى إننا نتعلم أشياء عن المريخ تفوق ما نعرفه عن كوكبنا. نعرف الأرض لكننا لا نعرف البحار. تضج قوارب كيوست بالأحاديث عن الذين لم يعودوا قط من البحر، وقد لاقت قصص الاختفاء والانحراف عن المسار الزمني ودوران إبرة البوصلة وحفر المحيط التي تبتلع السفن كما يظنون صداها حول العالم. ومع ذلك تستمر الاختفاءات. يمكنني القول إن ثمة شيئا غامضا في الأسفل، شيئا لا يمكن تفسيره. إنه شيء في العمق بعيد عن أشعة الشمس، شيء ما يحصل في الأعماق. الله وحده هو الذي يعلم سر هذا الشيء الغامض. ظلت الأسرار المدفونة في قلب المثلث المائي مخبأة إلى أن وقع اختفاء أيقوني في الخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1945، اختفاء استحال على العالم حله. بعد مضي 6 أشهر على انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت لا تزال محطة فورد لودردال للملاحة الجوية منهمكة بالعمل. لقد غادر أفراد الرحلة التدريبية الروتينية 14 لتوهم ليقوموا برحلتهم التقييمية الأخيرة فوق المياه. كان المسؤول هو الطيار الخبير الملازم تشارلز تايلر. كانت الرحلة تقضي التوجه شرقا نحو بهامس ثم العودة خلال 2.5 ساعة. كل ما سيرد يرتكز على تسجيلات الراديو الأساسية. من FT28 إلى باسي، يبدو أنك تسير بنا خارج المسار المحدد. كلا حضرة الملازم، وفقا للبوصلة إنني أتبع المسار الصحيح. أيها الملازم باسي، لسنا على المسار المخطط له، علينا أن نتأكد من مسارنا. حول كما تريد.
باورز؟ الأمر ليس منطقيا. كم مضى على تحليقنا؟ نحن في الجو منذ ساعة وخمس واربعين دقيقة. كان من المفروض أن نرى اليابسة. لا أرى شيئا. ربما حلقنا شرقا أكثر من اللزوم. إلى برج فورت لودرديل، هنا فوكس تيل 28. يبدو أننا خارج المسار، هل يمكن تزويدنا بموقعنا الحالي؟ حضرة القائد بول، هنا برج المراقبة. لقد تلقيت اتصالا من الطائرة التي نسميها علبة التشكي. لقد اتصل برج المراقبة وقال يبدو أننا أفسدنا الرحلة. قل لي ما الذي يحصل بالضبط؟ هل أخبرتني بما يجري؟ تفضل. كانت هناك عدة محاولات للاتصال بالطائرة. إلى برج المراقبة، نحن عاجزون عن تحديد موقعنا، حول. حاولوا جاهدين الاتصال ولكنهم لم يفلحوا. علم، نحن لا نعلم بأي اتجاه هو الغرب. كل شيء خطأ. لا أعرف بماذا كانوا يفكرون، كنت قلقا جدا، وكان قلقي يزداد مع الوقت، وقد أدركت سريعا أن الرحلة كانت في خطر كبير. الآن وبعد 60 عاما سوف يعاد فتح ملف الرحلة رقم 19. فيل جايلز هو خبير في الحوادث الجوية. تطور نظريات التحليق سيساعده على اكتشاف ما حصل، أين حصل ولماذا. من الرائع أن تتمكن من النظر إلى شيء حصل منذ زمن بعيد وأن تلقي عليه الضوء من جديد. قد تتوصل إلى اكتشاف جديد من الأدلة المتوفرة، اكتشاف لم يتوصل إليه التحقيق. من المجدي التوصل إلى أي شيء جديد. على بعد أميال قليلة جنوب فورت لودردال عند مركز اتصالات مرفأ إبرغليدز، بدأ متلقي إشارات الراديو من الدرجة الثانية ميلفين بيكر يتلقى إشارات تدل على أن إحدى الطائرات تواجه المشاكل. إلى أفتي 28، هل يمكن أن تبلغ عن موقعك الحالي؟ إلى القاعدة، هنا أفتي 28، إننا نرى اليابسة. يبدو أن الريح جرتنا إلى فلوريدا كيز. لست أدري مدى ارتفاعنا، لا أدري كيف أعود إلى فورت لوترديل. حول. إذا كنت فوق فلوريدا كيز فانظر إلى الشمس عند الجناح الأيسر، ثم حلق شمالا على طول الشاطئ إلى أن تصل إلى ميامي. لقد تلقيت. لا يعقل أن يكون فوق فلوريدا كيز فالريح جنوبية غربية ولا يمكن أن تدفعهم إلى أجواء الأطلسي. هل أعطيتني الميكروفون؟ شكرا. هنا مركز اتصالات مرفأ إفرغليدز، هل تسمعني؟ هنا فوكستيل، أسمعك بوضوح. هنا بيكر سيدي، حسب تقديري لا يمكن أن تكونوا فوق فلوريدا كيز. تدل بيانات الريح على أنه لا يعقل أن تأخذكم الريح في ذلك الاتجاه سيدي. أنا أناديك، هل تسمعني؟ أفتي 28، هنا الضابط المسؤول في فورت لودرديل، هل تسمعني؟
لقد التزمت أنا وكل الموظفين في البرج الصمت، لأننا شعرنا باليأس وبأننا لا نستطيع فعل شيء. اهدأ، كم تبقى لديهم من وقود؟ لديهم ما يكفي للطيران حتى الساعة 8. إذن لدينا 3 ساعات للعمل. كان قد مضى على بدء رحلة الطائرة 19 أكثر من ساعتين. حسب المخطط كان عليهم أن يكونوا في المرحلة 2 من الرحلة بعد أن يكونوا قد توجهوا شمالا فوق جزيرة صغيرة تدعى سيسترن كي، لكنهم كانوا فوق المحيط عوضا عن ذلك. في تلك المرحلة بعد مرور 3 ساعات على الرحلة كانت الحالة الجوية تسوء. أعطي تايلر التوجيهات اللازمة لإعادتهم إلى موطنهم لكنه لم يقتنع. أما باقي الطاقم فكان قلقهم يتزايد. إذا كانت بوصلتك لا تعمل فلما لا يتولى أحد منا القيادة؟ كلا. ألا تظن أن علينا التوجه غربا؟ يبدو أن معداتي تعمل. باسي ابقى في مكانك، انتهى. في الساعة 5:30 عصرا بدأ بيكر متلقي إشارة الراديو يلاحظ أن الطائرة 19 أقرب إلى موطنها مما يظنون. فقط خفف السرعة. يبدو أننا ما زلنا وحدنا. إلى إيفرغليدز، أسمعك بوضوح، حول. إيفرغليدز، أسمعك بوضوح. حضرة الملازم، أقدر أنك لو تحلق بالاتجاه الجنوبي الغربي ستصل إلي. إذا خفضت القوة هنا وإذا بقيت أسمعك فستكون متجها نحو بالتأكيد. علم، لقد تلقيت. إنهم ليسوا فوق الخليج، وإلا ما كنا لنستطيع سماعهم. إنهم أقرب. من FT-28 إلى إيفرغليدز. اسمع بيكر، لو كنا قريبين لاستطعنا رؤية اليابسة. يمكن ألا ترى اليابسة إذا كنت في موقع موازن لنا. أرجوك سيدي، لديك ما يكفي من الوقود لتصل إلينا. بيكر، لا أظن أنه الاتجاه الصحيح. اسمع، هل تظن أنك حددت موقعنا؟ بثكم يضعف، أكرر، بثكم يضعف. ما الجديد لديكم؟ اسمعني جيدا، لديك ما يكفي من الوقود للوصول إلى هنا، أتسمعني؟ إيفرغليدز، هل حددت موقعنا؟ إني أخفض الصوت ولا أزال أسمعهم، لابد من أنهم يتوجهون نحوي. لماذا يتجاهلونني؟ لقد حاولوا الاتصال ببعضهم لكنهم واجهوا بعض الصعوبات. تايلر، تايلر، أتسمعني؟ لم نحلق مسافة كافية قبل أن نستدير. كم مضى على سيرنا بهذا الاتجاه؟ أين نحن الآن؟ اسمعوني جميعا، حين يصل الوقود في خزان واحد إلى 10 جالونات سنوجه طائراتنا جميعا نحو المياه. كان بيكر آخر من سمع شيئا. فوكستيل، هنا إيفرغليدز، هل تسمعني؟ كان يعرف من موجات الراديو الخفيفة أنهم يتوجهون نحو البحر. فوكستيل، هنا إيفرغليدز، هل تسمعني؟ حول. فوكستيل، هل تسمعني؟ حول. يا إلهي، لم يسمع منهم شيء بعد ذلك. الحدث الغريب الذي ختم هذه الحادثة الغامضة هو أن طائرة إنقاذ اسمها مارتن مارينر انطلقت للبحث عنهم، وبعد 27 دقيقة اختفت هي الأخرى.
إن حل لغز مثلث برمودا الغامض تطلب خبرة فيل. فيل يعتقد أنه يستطيع إيجاد تفسير واضح يحدد سبب اختفاء الرحلة 19 من دون ترك أي أثر، ويحدد أيضا سبب اختفاء الأشياء الأخرى. يكمن الجواب في ميامي. هنا مركز خفر شواطئ القضاء السابع في ميامي، إنه الأضخم والأكثر انشغالا في الولايات المتحدة. أراد فيل أن يعرف كيف يعقل أن تختفي الرحلة 19 من دون ترك أي أثر. لماذا لم يعثر على جثث أو حطام؟ هل كانوا يبحثون في المكان الخطأ؟ أم ثمة سبب آخر؟ قد يحمل القائد كاميلو بيزانو الجواب. إذا عدت بالذاكرة إلى عام 1945 لم نكن نملك التكنولوجيا. من المحتمل أن يكون لدينا على بعد 200 ميل بحر هائج وأمطار وجو مقفهر تماما. دعني أعطيك فكرة عن الموضوع. حتى وإن قمنا بأقصى بحث ممكن في أكثر الأحوال الجوية هدوءا، إذا كانت البحار هادئة تماما والظروف مناسبة للبحث عن طائرة ما أو طاقم ما، أعلى نسبة للوصول إلى نتيجة هي 78%. النجدة! 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 يمكن أن تكون هذه الطائرات قد سقطت بسرعة. في الأساس إن البحث عن مفقودين خلال الساعة الأولى بعد التبليغ بفقدانهم، فإن البحث يكون عن أشخاص في الماء. في أحسن الظروف تطفو الطائرات مدة دقيقتين، لكن البحار كانت هائجة تلك الليلة، ولا بد من أن الطائرات غرقت في غضون ثوان. نحن على وشك الإقلاع. استنبط خفر الشاطئ تمرينا خطرا للغاية لتجسيد صعوبة إيجاد شخص أو شيء ما في البحر. الظروف الأولى لهذا اليوم مثالية، ريح هادئة، ارتفاع الموج قدمان أو أقل، رؤية ممتازة. توشك طائرة مروحية ثانية على إنزال سابح ذي خبرة إلى الماء. بعد دقائق سيرون ما إذا كانوا سيجدونه. سنبتعد حوالي 200 يارد نحو اليسار، ثم نرتفع لنرى على أي ارتفاع يجب أن نكون لنتمكن من إيجاده. وحين لم يبق سوى كمية وقود تكفي لثلاثين دقيقة من التحليق فقط، وحين أخذ التيار يجر السابح شمالا بدأ الضغط، لكنهم هذه المرة يعرفون أين هو بالضبط. إني ألمح أحدا يسبح. يمكنك أن تنعطف وتدخل. انعطف، هيا انعطف. نعم هكذا. الساعة هي 12، استدر وعد. إن الزبد الأبيض المتكسر حوله يصعب علي رؤيته. من الصعب رؤية الرجل وهو يرتدي بزة برتقالية مشعة ويضع أنبوب هواء ضخما قديما. مع هذا عليك التحليق مباشرة فوقه لتتمكن من رؤيته. في الليل تكون رؤيته شبه مستحيلة إلا إذا كان القمر مضيئا. يقترب السابح من باب حجرة السفينة، وها هو يدخل إليها الآن.
لقد استعادوه بنجاح. عام 1945 كان الطقس سيئا. بحث أضخم فريق إنقاذ منذ الحرب لمدة 6 أيام، لكن من دون جدوى. لم يعثروا على شيء قط. لا أستغرب أنهم اختفوا من دون ترك أي أثر، لأن هذا غالبا ما يحصل هنا مع الناس الذين نحاول البحث عنهم. أحيانا لا نجد أحدا حتى في أيامنا هذه. إذا كانت الأحوال الجوية بنفس السوء الذي قيل لي إنها كانت عليه آنذاك، فالأرجح ألا يبقى إلا القليل القليل من الأدلة. إذن حتى في أيامنا هذه فرص إيجاد شخص حي أو أي دليل من حادث الرحلة 19 معدومة. لكن هذا لا يكفي لتفسير سبب إخفاق هذه الرحلة، فالمقتنع بوجود أمر آخر. يعتقد كثيرون ممن يعرفون مياه مثلث برمودا أن هذه المياه هي الأخطر في العالم، ولكن كيف ذاع صيتها الخطر؟ تقول قصة خرافية قديمة لأحد البحارة حرفيا إن البحر يفتح ويبلع السفن، ولا يعقل أن يكون هذا حقيقيا. بان الدليل الأول عام 85 حين التقطت آلات التصوير هذه الصور الغريبة. خلقت منصة بترول في البحر الشمالي جيبا من الغاز في قعر البحر وكادت تغرق. يوجد مثل هذه الغازات الراكدة على السواحل حول العالم، ومثلث برمودا واحد منها. لكونه عالقا في الطين المترسب يكون الغاز سريع التحول من مادة إلى أخرى. قد تطلق الهزات أو الانزلاقات الأرضية في قعر البحار الغازات في المياه. هل يعقل أن تكون فقاقيع الغاز حفرا في المحيط؟ لقد أتى الفيزيائي المتخصص في البحار البروفيسور بروس ديناردو إلى فلوريدا لاكتشاف الأمر. لدي فكرة رائعة، علي أن أكرر البحث. ماذا يتطلب الأمر لإغراق ذلك القارب؟ إني متحمس جدا. سيحاول بروس إغراق السفينة وسط المحيط بعيدا عن الشاطئ ليرى ما إذا كانت كمية كبيرة من الغاز تستطيع إغراق مثل هذه السفن. حتى هذه اللحظة لا يزال كل شيء نظريا. إنه اختبار ضخم سيكون الأول من نوعه. أتدون الملاحظات؟ سيساعد بروس في الناحية التطبيقية فيل، وهو مصمم من شركة FX، ولديهما يومان فقط. إني مسؤول عن 50% من الاختبار، أعني أن النظرية تبدو صحيحة بالنسبة إلي، لكني لا أعلم. لم يقم أحد بمثل هذا الاختبار من قبل. الهدف هو إيجاد انفجار مصغر لغاز الميثان يشبه الانفجار الذي وقع في البحر الشمالي. إذن فهم يبنون شبكة كبيرة من الأنابيب ستوضع في قاع البحر، وسيضخون فيها كما هائلا من هواء له نفس فعالية غاز الميثان. سيدفع الهواء إلى خارج الأنابيب من خلال فتح صغيرة. بحسب خبرتي في المختبر فإن الأمر يتطلب الكثير من الفقاقيع لإغراق شيء ما. لا أعلم ما سيحصل هنا، علينا فقط الانتظار. هيا شغلها. القارب يرتفع ويهبط، ثم فقدان للقدرة على الطفو.
بوجود 25% من الهواء في الماء كان على القارب أن يغرق، لكن ثمة شيء لم يكن في حسبانهم. إنه لا ينزل كثيرا، ليست إشارة جيدة. إن الفقاقيع تخفض الكثافة وتغرق القارب، لكن قوة الدفع إلى الأعلى التي يسببها تدفق الماء تبقي القارب عائما. ثم تعامل معدل وسط منطقة الفقاقيع، ما يعني أن الغرق لا يحصل إلا خارج المركز. الوقت ينفد ولا يزال لدى بروس محاولة واحدة يقوم بها. من الأفضل لو نبتعد قليلا عن المركز، لن يدفع تدفق الماء القارب إلى الأعلى بل إلى الخارج. انظر، ستسقط خلال لحظات. أتظنها تغرق؟ نعم، إنها تغرق لأن الجهة الأمامية قابلة للطفو أكثر من الجهة الخلفية. يبدو الأمر جيدا. إذا كان ارتفاع سفينتك 500 قدم وأنت على بعد 200 قدم وصدفت شيئا كهذا وعدت 200 قدم، ستنقسم سفينتك إلى نصفين وتغرق بلحظات. ما يحصل هو أن مقدمة السفينة ترتفع في حين ينخفض جذعها، لأن المقدمة تقع في مياه أكثر كثافة بالمقارنة مع المياه التي يطفو عليها الجذع. بعد 30 ثانية تختفي. يبدو الأمر جيدا بوب. إنها تغرق، نجحنا. إلى اللقاء. لقد نجحوا. من الممكن أن يغرق انفجار غازي قاربا في المحيط. ما يصدمني هو أن ما قمنا به ثانوي بالمقارنة مع ما يمكن أن تقوم به هذه المياه. لقد تكبدنا كل هذه المشقة لإيجاد فقاقيع على امتداد هذه المساحة الصغيرة، وذلك لنغرق قاربا صغيرا. يبلغ حجم ترسبات الغاز في المثلث أكثر ب70 مرة من حجم الغاز المستهلك في الولايات المتحدة في العام الواحد. إنها كمية هائلة من الغاز تكفي لحصول اهتزاز في مكان ما لإغراق أسطول من سفن الشحن. لذا من المعقول أن يرجع اختفاء عدد كبير من السفن التي فقدت في مثلث برمودا إلى هذه الظاهرة الطبيعية الغريبة التي قدرها الله في هذه المياه، فيما لو كانت هذه النظرية صحيحة. لكن حقيقة مجموعة من أكبر ألغاز مثلث برمودا هي أكثر وهما، وهي ما توصل إليه المستكشف جراهام هوكس عام 1991. لقد اعتقد أنه عثر على حطام الرحلة 19. كنا نبحث عن سفينة إسبانية فعثرنا على طائرة. لم أفكر في الأمر، ثم وجدنا طائرة أخرى التقطنا لها صورا وسجلناها أيضا. لقد احتلت القصة عناوين الأخبار. هل عثروا على الرحلة 19؟ يعتقد فريق من المستكشفين أنهم عثروا على 5 طائرات حربية أمريكية. لقد صدمنا وفوجئنا لأننا لم نتوقع العثور على طائرة خامسة. لقد تطابقت الأدلة على الرحلة 19، فقد اختفت 5 طائرات آنذاك. لقد وعد الإعلام بإعطاء الجواب الشافي في خلال 2 أسبوع. في تلك الأيام كانت الغواصات مكلفة جدا، لذا استعمل جراهام آلة تصوير يتحكم بها عن بعد عبر سلك. لقد استنتج الفريق من رداءة الصور أن هذه الطائرات لم تكن من بين طائرات الرحلة 19، ولكن ما هي هذه الطائرات؟ سرعان ما أصبح الجواب عن هذا السؤال لغزا بحد ذاته. إن لم تكن هذه الطائرات من الرحلة 19، إذن أنت تقول إن 5 طائرات أخرى فقدت هنا. أفضل سماع جواب سهل وجميل. من الأسهل التفكير في أن هذه هي الطائرات المعنية. لابد من أنها وقد غرقت في البحر. ها هي، حل اللغز. في الأمر غموض ما إذا لم تكن هذه الطائرات في الرحلة 19، فعلينا اكتشاف هوياتها. سيعود جراهام هوكس إلى الطائرات 5 الغامضة، ولكن هذه المرة سينزل إلى هناك بنفسه لمعرفة ما هي. على بعد 12 ميلا من ساحل فورت لودرديل، يوشك طاقم من الباحثين قادم من معهد دراسة المحيطات فرع هاربر على المشاركة في عملية البحث عن الطائرات المفقودة. إنه محيط كبير هنا،
وإيجاد مجموعة من 5 طائرات معا يثير الشكوك. ماذا تفعل هذه الطائرات هناك؟ ثمة هدف وراء عودتي إلى هناك شخصيا، وإيجاد أدلة بواسطة تكنولوجيا التحكم عن بعد يولد لدي رغبة ملحة. هذه المرة لدينا غواصة سيلينيك، لذا سيتاح لنا أن نلمسها ونشمها، وأظن أن لدينا فرصة أكبر لمعرفة هويتها. كان جراهام ينتظر هذه اللحظة منذ 12 عاما. صباح الخير. صباح الخير. فلنذهب لرؤية بعض الطائرات. يتطلب الوصول إلى قعر البحر الذي يقع على عمق 734 قدما 15 دقيقة. في مؤخرة الغواصة خبير تصميم الطائرات هارولد لاركن يعد هارولد هذه الرحلة شخصية، فبالإضافة إلى أنه قاد مثل هذه الطائرات فقد كان أحد أقاربه على متن إحدى طائرات الرحلة 19 عندما اختفت. هل أنت جاهز؟ لديك الإذن بالغوص. علم، لدي 200 يارد، 310، شكرا. إن غواصة جونسون سيلينك هي الوسيلة المثلى لهذا النوع من العمل القضائي. هدف المهمة إيجاد رمز حطام كل طائرة أو رقم الصندوق. إنها الطريقة الوحيدة لتحديد هوياتها بالضبط. لدينا اتصال بقمر صناعي، فصال يساعدنا في تحركاتنا. أظن أن احتمال وجود 5 طائرات قريبة من بعضها لهذه الدرجة يساوي احتمال إصابة حفرة بضربة واحدة. لابد من أنها كانت تحلق مع بعضها في السرعة والوقت نفسيهما، وإلا لكانت الطيارات هنا قد شرذمتها إلى مكان أبعد حتى وإن كانت من الرحلة نفسها. إذن مهما كان الذي حصل، لابد من أنه حصل في الوقت ذاته مع الطائرات 5. لكن ما من إشارة في سجلات الملاحة إلى سقوط رحلة أخرى مؤلفة من 5 طائرات سقطت كلها في الوقت عينه والمكان عينه، ما يجعل اللغز أكثر غموضا. دان، هل لا تعطيني آخر المستجدات؟ إننا نرى الآن طائرة FT-23، قد تكون من طراز 28 أو 23. لقد علم. يبدو أنها أقرب إلى طراز 3. إنها محطمة وقد فقدت مؤخرتها. حسنا، لقد انزاح هيكل الطائرة مباشرة بعد الطرف المتمدد من الجناح. قد لا نعثر عليه. إن رقم الهيكل هو FT-23 يدل على أن الطائرة تابعة لفورت لودرديل، لكنه لا يكفي لتحديد هوية الطائرة. بعد فقدان أي طائرة يمنح رقمها لبديلتها. إن عرض الجناح موجه إلى الأسفل، ما يعني أن الطائرة تدهورت، أما السبب فغير معلوم. حسنا، علينا المتابعة. أكره أن أتخلى عن هذا الأمر. يبدو أن مثلث برمودا منطقة بالفعل لا يمكن التعرف إليها بسهولة. فيل جاهز الآن للتحقيق في سبب إخفاق الرحلة 19. إن المشكلة في التحقيق بأمر مضى عليه زمن هي أنك لا تستطيع طرح أي سؤال إضافي. عليك فقط التعامل مع الأدلة المتوفرة. الشيء الوحيد غير المكتشف في أي تفصيل هو على الأرجح أحد أهم أسباب إخفاق هذه الرحلة، ألا وهو العامل البشري. لم يكن معهودا آنذاك النظر في أي عامل إنساني.
تختفي في المثلث حوالي 30 طائرة خفيفة في السنة. ستقوم كارول كولينز وهي باحثة ذات خبرة بمساعدة فيل في الدخول إلى تفكير الطيار خلال مواجهته صعوبات في هذه المنطقة. نحن على ارتفاع 1500 قدم حين تحلق فوق منطقة تفتقر إلى معالم مرئية يسهل فقدان الإحساس بالحركة. إذا توجهت مباشرة نحو الشرق ثم استدرت نحو الغرب كما فعلنا ثم نحو الجنوب، أي إذا قمت بانعطافات تدريجية من دون أن تركز جيدا على ما تقوم به، ستجد نفسك في اتجاه مغاير تماما للاتجاه الذي تعتقد نفسك فيه. أحد أخطار مثلث برمودا الأكثر غرابة يظهر لفيل بوضوح أكبر من الجو. عندما تنظر إلى سلسلة من الجزر التي لا تحوي منازل أو شيئا يميزها عن غيرها، تبدو الجزر متشابهة تماما كما سترون حين نتجول في الجو. إننا في وضع جيد لكوننا نستطيع النظر إلى الخلف، ها هو الطريق السريع، ولكن ماذا لو لم نستطع رؤيته؟ قد تبدو إحدى هذه الجزر كالجزيرة الأخرى، وفي أوقات الرؤية السيئة تعد هذه المسألة خطيرة، إذن فالضياع قد يحصل فعلا. نحن فوق الخليج الجنوبي. ألا تظن أنه الخليج؟ ليس الخليج، لقد حلقنا كثيرا نحو الشرق. كنت سأقترح أن نحلق نحو الغرب إلى أن ينفد الوقود. لدينا فرصة كبرى بأن يتم انتشالنا. لا أعلم، حتى إننا لم نلمح الشاطئ. راقبوا مؤشر الوقود. بالعودة إلى الأرض بدأ فيل يفهم ماذا حصل مع الرحلة 19 وأين ولماذا. كانت طائرات الرحلة 19 ستتبع الخطة الملاحية الأولى كما أسموها. كان المسار على شكل مثلث. انطلقوا من محطة فورت لودردال للملاحة الجوية ليتبعوا مسارا شرقيا إلى الجزر المعروفة بالدجاجة وصيصانها، حيث كانوا سيقومون لعشرين دقيقة بتمرينات الرمي على ارتفاع منخفض. أما الضلع الثاني للمثلث فيمر فوق جزيرة جراند بهاماس إلى غريت سايل كاي شمالي الجزيرة. في أي جزء من المسار أخطأوا برأيك؟ أظن أنهم أخطأوا بعد إنهاء التدريبات عند جزر الدجاجة وصيصانها. كانت الرياح أقوى من المتوقع ذلك اليوم، وقد دفعت بالطائرات عن مسارها باتجاه شمالي شرقي. لقد بلغوا في الانعطاف شمالا عند سيسرن كي، فانعطفوا عوضا عن ذلك عند جزيرة غريت أباكو. لو ظلوا على المسار الصحيح لكانوا رأوا جزيرة جراند بهاماس مباشرة أمامهم. لو كان في مساره الصحيح لكان قد رأى اليابسة أمامه، أي جزر غريت بهاماس عند الزوايا القائمة. أما ما رآه فكان يابسة موازية لمساره، لذا لابد من أنه قال في نفسه: لحظة، تشير بوصلتي إلى الشمال واليابسة إلى اليمين، إذن فبوصلتي لا تعمل. أظن أن ما قاموا به هو أنهم أكملوا إلى أن وصلوا إلى الجزء الشمالي من الجزيرة، ثم رأوا سلسلة الجزر الممتدة بالاتجاه الشمالي الغربي فتبعوها، وكانوا يقولون: نظن أننا فوق كيز. يبدو أن الريح جرتنا إلى فلوريدا كيز. لست أدري مدى ارتفاعنا، ولا أدري كيف أعود إلى فورت لوترديل. حول. في تلك اللحظة أحس القائد بول بالقلق. كان تايلور يحلق فوق سلسلة صغيرة من الجزر شمالية جزيرة غريت أباكو. لقد أخطأ بينها وبين الجزر المشابهة في فلوريدا كيز التي تبعد 200 ميل من هناك. الخطأ غير الاعتيادي هو في أن تايلور توجه إلى أجواء خليج المكسيك في الجهة المقابلة لفلوريدا. كل الاتجاهات التي اتخذها كانت من فوق خليج المكسيك وليس من فوق شمالي الأطلسي. لو كان في مساره الصحيح لكان قد رأى اليابسة أمامه. إذن ففي الوقت الذي ظن فيه أنه عائد إلى فلوريدا كان يتوجه نحو البحر أكثر فأكثر. نعم، هذا ما حصل. يبدو أنه كان متوجها إلى الجزء الخطأ من الساحل.
على عمق 743 قدما وجد جراهام هوكس الحطام الخامس والأخير. يبدو أننا وجدناها. هل ستتمكن هذه الطائرة من إخبارهم القصة؟ FT 87. الخبر الجيد هو أن السد سوداء، ما يعني أن الطاقم كله قد خرج من الطائرة. هل لنا أن نلقي نظرة عن قرب لنرى الذيل ولنتحقق من إمكانية إيجاد شيء ما هناك؟ إن الحطام في حالة جيدة، لكن الطائرة فقدت ذيلها تماما كالأخريات. لقد بدأوا يعتقدون أن الطائرات الخمس من الصعب أن يتم التعرف إليها. أريد أن أريك شيئا هارولد، أظن أن من الممكن أن تكون هذه الدفة العمودية للطائرة. يمكن أن ننتقل إلى الناحية الجانبية. حسنا، في الأسفل ثمة جناح بدأ يظهر علينا الآن، إنه الجناح الأيسر. أين هو؟ مباشرة وسط الشاشة. إني أرى شيئا خارج النافذة. يا إلهي، لابد من الحصول على رقم الصندوق. إنه الفرق بين العين وعدسة آلة التصوير. وأخيرا حصلوا على الرقم، إنه NAV 23990. هذا هو الرقم الذي يميز الطائرات عن بعضها. سيخبر هذا الرقم جراهام كيف وصلت الطائرة إلى هنا. بعد إنجاز مهمتهم عادوا إلى سطح الماء. إنه الرابع من تموز يوليو، وكان جراهام منكبا على سجلات الحوادث الجوية. إنها اللحظة التي انتظرها طوال 12 عاما. NAV 23990 فقدت في البحر. في 9 من تشرين الأول عام 43 كانت طائرة FT 87 يقودها الضابط جورج سوينت عائدة إلى فورت لودرديل من جولة رمي. كان على متنها الطيران من الدرجة الثانية سام تريز وجاي ليوليس. في تمام الساعة 12 ظهرا عانى المحرك من نقص هائل في الوقود فسقطت الطائرة. نجا سوينت وطاقمه. فقدت FT 87 لمدة 60 عاما. بات جراهام يعرف كيف وصلت إلى هنا. من بين حطام الطائرات الأربع المتبقية طائرة فقدت ذيلها. ومنذ شهر آب أغسطس عام 44 ثمة سجل واحد يشير إلى وقوع انفجار طائرة في الجو أدى إلى تدمير ذيلها. هل يعقل أن تكون هذه هي الحادثة التي وقعت للطيار جون باري والطيارين من الدرجة الثالثة جو ماركرت وفريد بيرنز؟ كان هذا السيناريو بعيدا عن توقعات جراهام. بالرغم من التشابه الكبير، إنها مجرد حوادث عشوائية اجتمعت في المكان نفسه على بعد 12 ميلا عن الموطن. بالارتكاز إلى المعلومات المتوافرة من مجموعة راديوهات من العام 45 يمكن لفيل أن يتوقع المكان الذي تحطمت فيه الرحلة 19. تبث محطات HFDF عند 16:10 وكما ترون فوق في شماله الأطلسي على بعد 100 ميل من شاطئ دايتونا، ليست قريبة أبدا من خليج المكسيك. في الوقت الذي التقط فيه البرج البث كانت الرحلة 19 قد خرجت عن مسارها، وهذا الثبات جعلها تبدو وكأنها على بعد 25 دقيقة من شاطئ دايتونا. في تلك المرحلة كانوا لا يزالون يتجهون غربا نحو موطنهم. عند 7:05 كانوا قد سمعوا وهم يناقشون الانعطاف شرقا،
في 7:45 كان لا يزال لديهم وقود يكفي 15 دقيقة من التحليق، ما يعني أنها على الأرجح تحطمت هناك على بعد 220 ميلا شرقي شاطئ دايتونا. لدينا الآن فكرة أوضح عما جرى تلك الليلة. يبقى السؤال، لماذا لم يلحظ الطيار الخبير تايلر خطأه الفادح؟ وفيما كان يفكر؟ سيدي، لديك ما يكفي من الوقود لتصل إلينا. بيكر، لا أظن أنه الاتجاه الصحيح. بيكر، هل تظن أنك تعرف موقعنا؟ لقد فكر مرتكزا على واقع أنه أضاع المسار وأنه فوق كيز في فلوريدا. يتوقع فيل أنه بعد ازدياد رداءة الأحوال الجوية أصيب تايلر بإحباط فكري. لقد كان ينظر في نفق أعماه عن رؤية الخيارات الأخرى المتوفرة. لستم فوق فلوريدا كيز، تدل بيانات الريح أنه لا يعقل أن تأخذكم الريح في ذلك الاتجاه. تعرف هذه الحالة بتغيير الاتجاه الفضائي، وهي تعد أخطر ما يهدد الطيار. لم يكن ثمة ما يهزها، ليست هذه ظاهرة غير اعتيادية. يقرر الناس شيئا، ولكن مع حصول أي ضغط يلتزمون بالمبدأ الأساسي لأنه يكون حقيقيا جدا في خيالهم. فبمجرد ما تكونت لديه تلك النظرة كانت ستظل ثابتة لديه، لأنه لم يكن ثمة من يقنعه بعكسها. أظن أن هذا هو سبب إصرار تايلر على أن بوصلته لم تكن تعمل. لا نعرف أين هو الغرب، كل شيء خطأ. ولكن ماذا حصل لطائرة الإنقاذ التي اختفت أيضا؟ كان طيارون مارتنز معروفين كدبابات غاز للطائرة، فعدد منها تفجر في الجو وتحول إلى شرارة أو إلى رماد. بعد يومين من التفتيش وصل تقرير من سفينة تدعي رؤية انفجار في الجو في الوقت الذي اختفت فيه طائرة الإنقاذ. بعد مرور 60 عاما توضح ما حصل للرحلة 19. مثله مثل أي لغز آخر، هناك دوما تفسير منطقي لمن يريد أن يصدق. يحب الناس الألغاز، يريدون سماع الألغاز مهما كانت، فهم يحبون الغموض. هذا ما يجعل مثلث برمودا أكثر ألغاز المحيط إثارةً.